الدكتور خالد العدي، المفكر المحلل السياسي اللبناني. استاذ خالد، اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لك وللمشاهدين. أنا لست بمفكرا، أنا دكتور بالعلاقات الدولية، يعني لا أزال صغير جدا عن مستوى المفكرين. اتفضل يا فندم، اهلا وسهلا. انت حضرتك في الان تكلمنا من لبنان. ارجوك المشاهد المصري في امس الحاجه لمعرفه ماذا يحدث وانتم عايشين ازاي في وسط الغارات الهمجيه، غارات الاباده على الشعب اللبناني وعلى الارض اللبنانيه. اديني الصوره لو سمحت للمشاهد، كيف يعيش المواطن اللبناني في تلك اللحظه؟ استطاعت إسرائيل بفترة أسبوع كامل أن تقلب معادلة جديدة من خلال عملية التهجير الذي مارستها بحق الجنوب اللبناني والبقاع الشرقي والضاحية الجنوبية منذ البارحة، ضاحية بيروت الجنوبية. الجميع اليوم خرجوا من بيوتهم، يعني الجميع كنا ننظر إلى أهالي غزة كيف يخرجون من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الوسط، ونقول بأننا يعني نشاهد بألم وحسرة، لكن ما شاهدنا، ما عشنا، ينطبق فعليا على ما عاشه أهل غزة. اليوم أغلب الجنوبيين يعيشون في المدارس، في الساحات. هناك من التجأ إلى بعض العيال، ذهبوا إلى شمال لبنان إلى جرود كسروان. الوضع مدري، وضع الناس الاقتصادي سيء، الوضع الاقتصادي في لبنان تعيس. الخروج بقى على مدة يومين بطريق آمنة، يعني سمح للناس بأن تخرج في عملية 13 إلى 14 ساعة لوصلت إلى أول خلدة وأول صيدة. إذن الحالة صعبة جدا، هناك إصابات كثيرة، هناك يعني جرحى قتلى. الطيران الإسرائيلي سيطر على المشهد، فصل المناطق، عمل نوع من الحزام النهري. الجو مسيطر عليه بواسطة التكنولوجيا والمسيرات والطائرات، هو يضرب كل شيء يراه أمامه، هو يلاحق، يحاصر. الوضع جدا مأساوي، هو حد إلى قدر كبير من عمليات الإطلاق للصواريخ. الجميع كان يتوقع بأن تنهمر الصواريخ على الأراضي المحتلة بمقدار 10,000 صاروخ أو 5,000 صاروخ، لكننا لم نستطيع إيصالها أكثر من 500 إلى 300 إلى 200 صاروخ، وهذا يعني صعوبة إطلاقها والسيطرة النارية على المنصات، بالإضافة إلى قطع أوصال الطرق والإمدادات وضرب المستودعات. لم يكتفي بذلك، بل ذهب إلى توسيع عمليات الاغتيالات والأسماء من الفئة الثانية والثالثة في النظام العسكري والأمني. لكن ما فاجأ الجميع هي العملية التي سطرها العدو وتوجه بها نحو المكتب السياسي لحزب الله وطالت يعني أمينه العام، ولا أحد يستطيع أن يعرف من هو حتى الآن موجود في هذا المكتب. أنت أشرت إلى نقطتين، النقطة الأولى أن السيد المرشحين لخلافة نصر الله هم نعيم قاسم نائب الأمين العام وهاشم صفي الدين الموثوق من قبل الأمين العام للحزب، وهو بالمناسبة على شبهه لأنه ابن خالته، يعني حتى الحرف الغاء الذي لا يستطيع إظهاره هاشم صفي الدين نفس الشيء. إذن هاشم صفي الدين لا يزال غير موجود، نعيم قاسم غير موجود، لا أحد يعرف، لم يخرجوا إلى الإعلام، هناك كمية كبيرة من المسؤولين لم يستطيعوا الخروج، الجميع يقول أين هم. الجميع كان ينتظر يعني نبأ الرسمي من الحزب الذي اليوم أعلن عن استشهاد الأمين العام لحزب الله.
تتفق معه خالد يوسف أو لا يتفق معه هذا موضوع آخر هو معجب به، لكن لا شك أن حزب الله هو ينتمي إلى مجموعة مرتبطة بإيران، وهذا ما أشاره الأمين العام نفسه أنهم يتنفسون الهواء ويتقاضون المال ويأتمرون بأوامر المرشد. إذن المشكلة كانت مع حسن نصر الله وحزبه، اليوم هو في وداعة الله وبالتالي يعني رحمه الله. نحن مشكلتنا مع الحزب بالتوجه الإيراني. اليوم إيران هي تقبلت كل الضربات وكل النزيف، وهذه الضربة الصعبة التي تلقاها الحزب وهي ذهبت إلى نيويورك بفريقها المفاوض بشخص رئيس هذا حديث الجمهورية. آخر سيدي أشكرك، هذا حديث آخر هنفرد له في الأيام المقبلة إن شاء الله، معكم الحق فيه طبعا، ولكن اليوم يوم آخر سنتكلم في ماذا فعلت إيران والأسئلة المحيرة جدا في أيام تانية وما